هلو لي زامي، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل ويد هند. فيديو جديد اليوم. هذا الفيديو ده غادي نبارطاجي معكم الحوايج اللي تقديت ملي كنت مسافره في دبي. قلت باركوا علاش انا اليوم نبارطاجي معكم كاع لي زارتيكل اللي تقديت. تشوفوا يعني بارطاجيو هكا بيناتنا الادوار وداك الشيء. قلت باركوا علاش دونك باش ما نطول معكم، خليكم معايا في لا فيديو. هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت من دبي. دونك فوالا غادي نبارطاجي معكم كاع لي زارتيكل اللي خديت واحد بار واحد. دونك فوالا صراحه بزاف، وكيف قلت لكم غادي نبدا معكم ناري. انا راه كنبدا معكم وشوفوا ريتشي ليا كليا لي ساشي ريتشي. دونك فوالا غنبدا معكم اول شيء بهاد السيرفيت هذا، خديته هما هو السروال ديالو. صراحه التوب ديالو زوين، خديته من لا مارك سبلاش. يمكن هاد سبلاش عندهم غير تمايا في الخليج، ما عندناش حنا هنايا في المغرب. صراحه حوايج عندها واعرين واعرين واعرين، اللي بغيتو واللي يعني اللي كتبغيو واللي كتبغيو كاع الاشكال واللي موديل كاينين كاملين تما. فريمون انا من ديت شيت تما الصراحه دخلت ما عرفتش شنو نختار، بقيت كناخذ هادي. دونك فوالا خديت هاد السيرفيت، هادي هي السروال ديالها. صراحه هادو في الاول انا هاد التوب هذا اولا هاد النوع هذا ديال لي سيرفيت انا شفتهم هنايا في المغرب، مي فريمون الصراحه ما قدرتش نزعم عليهم حقاش كيتلبسوا ميني بوط وداكشي، وانا الصراحه ما كيعجبنيش بزاف يكون ميني بوط. ماشي ما كيعجبنيش حيت زادت شويه في الوزن داكشي، ما الصراحه ما ارتحتش ليه، ولكن ملي لقيتهم هابطين الصراحه عجبني، شفتو هابط دونك كونفورطابل في اللباس ديالو صراحه. يعني ما تندموش عليه الصراحه، هذا عجبني 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 و تري براتيك. اي فوالا ندوزو لونسومبل الثاني من لا مارك هو سبلاش، عجبتني وحمقاتني حمقاتني حمقاتني واعره واعره واعره. هو هاد الانسومبل هذا راه ما يمكنش التوب ديالو بحال اش داير الصراحه، راه واعر واعر واعر. كيجي بحال هكا من تحت طويل، وكيجي بحال هكا واسع من تحت، صراحه خطير خطير خطير. واللوينات ديالو الصراحه صيفيين، عرفتي فهاد اللوينات البيستاج وداكشي فريمون طوب 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 طوب، وكتجي مع السميطه ديالو الصراحه واعر. حمقني انا الصراحه كي شفتو عجبني خديت هذا. الشوميز ديالو ها هي كتجي شويه اوفر من الفوق يعني واسعه، وكيجي عندها هاد الاستيك هذا بحال هكا من تحت، والصيفات من هنايا، وكيجي على شكل كولفي صراحه فريمون واعر 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 وعجبني شفتو عجبني. هذا الصراحه خديت هذا توا من لامارك ديال سبلاش، صراحه حمقني هذا الانسومبل هذا خطير 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 عجبني. والحاجه الثانيه شنو هي، هي هاد الغوب هادي، حتى هي الصراحه شفتها وعجبتني. التوب ديالها واعر، كيجيو الكميمات ديالها بحال هكا واسعين، فيها واحد لي موتيف بحال هاش هما كيبانو ليكم شتو بحال طريزات داكشي زويونه. كتجي فيها التسميطه هادي، مي انا الصراحه وكتجي بالصديفات حتى لتحت فريمون واعره، كتجي طويله صراحه عجبتني. فيها كانوا فيها ثلاث الالوان، كان فيها الغوز والفيغ والاورانج وكان فيها البلو. انا الصراحه ما عمري ما خديت شي كسوه في البلو ولا شي حاجه، قلت لها تما ناخذها وعجبني اللوين. وصراحه في هاد الحزام هذا ديالها قلت ما غاديش نديرو معاها، خديت ليها سميطه باش نقادو اللبس راكم عارفين. هادي الصراحه جيم بيها عجبتني هادي، والتوب ديالها خطير خطير خطير. اي فوالا السوا الثالثه هي عرفتو نتوما راكم عارفين، ما مشيت انا لدبي حيت الحال سخون ماشي بحالنا حنا البرد ولا شي حاجه. الصراحه ديت انا جوج مونطوات زعما كنحس انه غادي يكون البرد داكشي، ولكن ما كاينش البرد. خديت هاد الكسوه هادي في هاد الاورانج هادي، كتجي من الفوق من هنا ايفازي، وكيجيو هاد الكميمات هادو بحال هكا واسعين. التوب ديالها هو زويون وكتجي واسعه من تحت يا اختي بحال الاميرات. صراحه الاورانج عمري ما خديت شي حاجه في الاورانج، وكيجي الكول ديالها في تري سامبل حتى هي من سبلاش. كيوت، انا قلت غادي نلبسها مع البيض ونهز معها الساك في الاورانج، حيت اصلا ديجا عندي الساك في الاورانج، عندي حتى صندل، ولكن من الاحسن غادي نلبس معها البيض. صار هذه الصراحه عجبتني، التوب ديالها زويون وواعر. شنو ثاني الانسومبل الثاني هو هذا،
بالشورت، عرفتي كي شفت واحد حماقيت عليها البنات، راه مايمكنش حتى هو من سبلاش سبور كيجي راكم عارفين شورت وصافي. بتي شورت ديالو صراحة واعر، كتجي فيه هاد الديطاي من هنايا بحال هكا بحال الباندا، صراحة زويون شفتو وعجبني. حتى هو كانوا فيه الألوان، كان فيه الصومو وكان فيه الكحل وكان فيه الغوز. وصراحة كما قلت لكم أنا البلو ما عمري ما خديته في شي بزاف تلبس، وخا خديت الكسوة قلت أجي أجي ماشي مشكل، حيت كل حاجة والستيل ديالها فهمتو، هذا سبور والأخرى غتكون كلاس. هذا الأنسومبل حتى هو عجبني وشفتو عجبني، دونك هذا أي لايك إت. شنو آخر خديت؟ خديت هاد الكاسكيط هادي باش نلبسو زعما كاين معاها، خديت هاد الكاسكيط هذا حتى هو. خديت هاد السميطة هادي حتى هي الصراحة زوينة عجبتني، شفتو بحالاش لي ديطاي ديالها كيفاش كيجيو واعرين. فراسكم البنات راه مايمكنش شحال غالي، راه مايمكنش، حنا راه عندنا، راه حنا عندنا راه نواور والله العظيم عندنا نواور. اي فوالا خديت الصراحة البيجامات، عجبتني هاد البيجامة هادي، جاتني انا بحال شكل ديال الجين، جاتني من هنايا بحال هكا فيها الطريزات هادو بحال هكا، الصراحة جيم بيه، حمقاتني حمقاتني حمقاتني. هذا التوب ديالها زويون، هي السروال ديالها جاتني بحال شكل، انا هو راه توبها طب البنات، غير هو زعما كنقلت احق بحال الجين كيجيو بحال هكا لي ديطاي ديالها. نتوما كتشوفوا التوب ديالها بحال، الصراحة زويون. خديت وحدة خلاص راني لبستها، خديتها في الصومو هادي حتى هي عجبتني. اي فوالا خديت هاد الفوطات هادو، هاد المجموعه هادي، هادي الصراحه خديتها واخا ندير فوطات كلشي، ولكن ما بغيتش ناخذ الغوز المغلوق حيت عندي اصلا بيروار عندي البيض وعندي البلو وعندي الغوز، الغوز اللي باين، وهاد الغوز بيبي هادي الصراحه ما عنديش، كان فيه الكري وكان فيه الصومو وكان فيه البيض، ودونك انا ما عندي البيض، قلت لا ما غاديش ناخذ البيض، غادي ناخذ غير هاد الغوز بيبي هذا الصراحه عمري ما جربته. اي فوالا شنو باقي خديت، خديت قاشر بحال هادو، خديت وحدي راني لبستهم وخديت هادو. اي فوالا دونك شنو اخر خديت، خديت هادو حتى هما راكم عارفين انا ما تقيشرات هادو راه مضروبه عليهم، خديت من هادو. اي فوالا وخلاص خديت الملابس الداخليه بلا ما خديت، خديت الاكسسوارات هادو راكم نتوما عارفيني انا مع الاكسسوارات، خديت هادو الصراحه هاد المجموعه هادي الصراحه عجبتني فريمون زوينه وكيوت. شنو اخر خديت، هاد البارفيوم هادي من سبلاص صراحه زوينه، ريحتها غزاله 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 غزاله. خنشمو اختي، نشمو اختي، لا 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 ريحتها واعره واعره البنات الصراحه واعره. قلت لكم راه عندها هاد لا مارك هادي الصراحه عندها بزاف، قلت لكم راه كطبخ والله الا كتدخلوا كتلفوا، وانا زعما كنرا دايره زعما كنقلت نو هند راه ما غاديش نشري الحوايج والله الا كنعاود عامل كتهضروا عامل كتهضر. خديت هاد السنيسله هادي حتى هي عجبتني، وكتلقاي اختي تشوفينا مع المشاهدين ويلي شفتوا ها السنسله شاده معكم اخوتي البونترال، ما عندي من ندير لكم. هذه خديت هذه الصراحه حتى هي عجبتني، خديتها حتى هي من لامارك ديال سبلاش حتى هي صح، داكشي ديال الاكسسوارز راه ما يمكنش من هاد. وخديت ثاني هاد لي بوكل، هادو هاد لي بوكل صراحه ما عمرني خديت الديكور بحال هكا، خديت هادو شنو اخر ابانو بانو عليكم لا مال. وخديت هاد لي بوكل هادو اللي بكره خديت هاد لي باك هادو، بغيت نقول شفتو وعجبني هادو حتى هما خديتهم. خلاص كما قلت لكم هنا الملابس الداخليه لا داعي لي باش نوريوها. اي فوالا غادي نمشي واحد لا ماك سميتها ماكس فاشن، خديت منها شي لعيبات لولاد اختي وخلاص تقاشر هادو، خديت منهم هاد التقيشرات هادو حتى هما راكم عارفيني انا مضروبه على هاد التقاشر هادو ضيف الصراحه كيعجبوني، ما عرفتش واش كلشي بحالي ولا غير انا، المهم هادو كيعجبوني الصراحه. خديت منهم هادو ديال ميكي ماوس وخديت هاد اللعيبات هادو حتى هما في البيض. اي فوالا شنو خديت من هادو، خديت هاد الصاك هذا، هادو دابا اللي اصلا كلشي كيديرهم عجبوني، كاين الصراحه بزاف اشكال وانواع، مي انا خديت البيض باش يمشي ليا مع كلشي.
خديت عجبني هاد الديكور هذا، فيه كان فيه ميكي ماوس، فيه بزاف الحوايج. قلت نو غادي ناخذ انا خوتي هاد، وخديت هذا حتى هو عجبني، هذا من عند ماكس. خديت شنو خديت تاني نقول لي شنو خديت، خديت من عندهم هاد الصباط. شفتو خديت هذا، هذا كل ما شريتوش انا في غدا نعوج فريمون. كنت بغي الغوز، الغوز عندي خديته في ديكور اخر، مي هذا خديت في الفيغ. صراحه ما عمري ما شريت شي صندل هكا في الغيز في الفيغ، وكنت بغيته الصراحه في الموف، ولكن بغيت هذاك الموف مغلوق. ما كانش هذاك الموف اللي بغيت، كان موف بارد، مي انا بغيتو هذاك الموف المغلوق المغلوق، مي ما لقيتوش الصراحه. خديت هذا صراحه، حتى هو زويون عجبني، شفتو عجبني اختي كيوت ورطيط. خديت هذا، تقولي هين عيقتي ويلي راه فوتي نقلتي دبي. وخديت هاد الاكسسواريز من عندهم حتى هما، هاد البراسلي، هادو براسليات ما عرفتش هما بحال شكل بيجات ماشي براسليات. هانت صراحه اول مره كنلقى شي بحال هكا، هما فاش عجبوني الصراحه. كاين ندير لي طاي، هذا الطاي الاس، الاس والام بجوج بحال بحال، شفتو هانتوما خوتي. ودابا هذاك كان عندي، دابا هذاك راه هو بعتو، ايوا ما كاينش الذهب صافي. ايش ما خديت من عندهم ثاني؟ خديت من واحد لا مارك ثاني سميتها ساشا، مشيت عندها. عجبني هاد الساك هذا اختي، واخا عندي السيكان في البيض، مي هذا فريمون عجبني. ما عنديش الديكور هذا الصراحه ديال هاد، فيه هاد السنيسله هذه كتجي معاهم بحال هكا خلاص. و هذاك شنو الصراحه زويون، الجلد ديالو واعر كيوت صراحه، كيوت كيوت كيوت. خديت هذا تا هما، ولكن راه الشياط اخوتي والله. مشيت لواحد المكازا اخرى ثاني سميتها واحد لاماكس سميتها عندهم ياترا، كانوا دايرين عندهم لي ساك وعندهم لي صندال بزاف بزاف بزاف. صراحه لي صندال كنت بغيت واحد النوع، ولكن ما لقيت، ماشي ما لقيتش، ما لقيتش رجلي. هذا بلاتي وري نوري لكم، خديت نواغ هذا، شفتو الصراحه راه الجلد ديالو راه منين كنشا البنات كيجي بحال هكا. المهم كيجي هو عنده واحد الصاله، راه كيبان لكم بحال وجه، هو راه هكا كيجي بحال هكا، كيجي بحال هكا. اي فوالا مكتوب هنا لا مارك ديالو هنايا الصراحه. اويلي تفتح كطلعوا له هاد العيبه هادي، هادي بحال هكا تفتح. اي فوالا شي الجلد ديالو بحال الصراحه واعر واعر واعر. كتجي فيه خلاص السميطه ديالتو. هذا الصراحه عجبني، واخا عندي النوع، مي هذا الصراحه اش غادي نقول لك صراحه الجلد ديالو اسمعني كانت تزيه بلاص ختين هكا خت. خديت هذا او فين شنو اخر ثاني، وخديت من عندهم نفس لامار، خديت من عندها هذا الساك هذا الصراحه عجبني. هذا اللوين هذا ما عمري ما خديت هذا اللوين هذا، حتى هو عجبني. وانتم عارفين هذا لي ساك هذو ما اصلا لي دابا ترند. خديت هذا، كتجي في الصراحه السميطه ديالته صغيره، كتديرها هنا صغيره، وكاينه الكبيره. هذا الصراحه الجلد ديالو واعر، شوفوا يعني راه ما يمكنش، راه ما يمكنش الجلد ديالو، يعني كتعرفوا راسكم راكم هازين شي حاجه اللي الصراحه تستاهل والله. ايوا وشنو اخر خديت من، وخديت من عندهم حقا الشوز اوي، خديت من عندهم حقا الصندالات هاكا اختي اختي اختي. خديت من عندهم حيط اوتش هاد النوع هذا، صراحه هاد النوع هذا ماشي عندي انايا، هو في ترونسبارو، ولكن ماشي بحال هكا. هذا التوب ديالي تقريبا بحال هذاك الفيغ، وفيه هاد اللعيبه هادي من هنايا. الطالون ديالو الصراحه واعر، يعني الشكل ديالو يعني سمعني صراحه عجبني كيوت الصراحه. كان فيه الكحل وكان فيه الباج، وانا بالحكم انني عندي صندل وعندي صباط في الباج وداكشي، قلت نو غادي ناخذ غير هذا. هادو هاد المكازا هادي لقيتها فيه، ولكن هذا من لامارك ياترا، ولكن شنو سميتو هنا سيليست. هذا الصراحه كيوت، دابا معايا من غادي نلبسو هذا. وكاين كاينه صنداله اخرى اللي هي الصراحه بلا صراحه صيفيا عجبوني، حتى هما من نفس لاماك ديال الصنداله الغوز هادي، عجبتني تخي سامبل بلا ضروري ندوير الزمان. عجبتني هادي الصراحه صيفيه، الجلد تاو ديالها زويون. خديت هادي، اي دونك غنمشيو
ملي درت الصراحه مشيت شفت شي حاجه بغيتها سبورتيف، بالحكم انني مشيت بلا سبادري الصراحه، مشيت لاديداس وهذه لبسه الصراحه، لبسه لبسه لبسه، خديت من عندهم هذه صراحه واعره عجبتني. قلت انا ملي صراحه خديتها قلت غناخذ هذيك اللعيبه اللي خديت الانسومبل اللي خديت بالشورت والتيشورت غادي نلبسها معاها، عجبتني هذه خديتها. نتوما راكم عارفيني انا مع لي زي سبا صراحه كيعجبوني، مي هذه لبستها صراحه نفعتني، بيني وبينكم نفعتني، خديت هذه اي فوالا. وصلنا للفا ديال الفيديو، جيسبر انه يعجبكم. دونك فوالا بارطاجيت معكم كاع لي زارتيكل اللي تقديت من دبي. كيف ما كتعرفوا حنا اصلا البنات ولا ولاد ولا كلشي فيما كنمشيو شي بلاصه ضروري كنبغيو نديرو شوبينغ وداك الشيء. مي انا كيف قلت لكم بالحكم كي انا كتعجبني الصراحه شي حاجه ندير شوبينغ كنلقى راحتي فيها وداك الشيء. دونك فوالا مشيت هادشي اللي عجبني الصراحه، راه بزاف كاين بزاف بزاف بزاف. مي بعد مرات عرفتوا خاصني بزاف الفلوس، بزاف الفلوس باش بغيتوني نتقدى بزاف. دونك كما قلت لكم جيسبر ان هذا الفيديو دي يعجبكم ويعجبكم الحويجات اللي تقديت انايا، وان شاء الله العقبه كل واحد ان شاء الله يحقق كاع داكشي اللي بغا ويمشيو لبلايص جداد ويكتشفوا جداد بلايص جداد ويكتشفوا بلايص جداد وتقداو من بلايص جداد. علاش لا خوتي فين ما مشيتو نتوما ديروا الشوبينغ. دونك باش بلا ما نطول عليكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير. تهلاو ليا فراسكم، غو بيزو، باي باي.